اسعد الله اوقاتكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ عملة لونا كلاسيك اصدقائي، وشفنا كثير اخبار عن عملة تيرا لونا كلاسيك، وطبعا شفنا انه ارتفاع البيتكوين الى 21 ألف دولار، وهذا الارتفاع ما تأثرت فيه عملة تيرا لونا كلاسيك. من الفيديو اصدقائي راح اتكلم عن بمب قادم على عملة تيرا لونا كلاسيك بنسبة 40% خلال الساعات القليلة القادمة. اما بلش الفيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة. لا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناه، ورقم التواصل على الواتساب كمان موجود اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي مثل ما بنعرف، عالم العملات المشفره او تحليل العملات المشفره بينتمي بنسبه كبيره الى تحليل النماذج. حاليا عندي نموذج ايجابي جدا على عملة تيرا لونا كلاسيك على فريم من 4 ساعات وفريم الواحد يوم. اليوم راح يكون اول اقفال اعلى تريند او اعلى مقاومة 18.3 0.3 اصفار 18.3، هاي مقاومة عنيدة. كل مرة نطلع بعملة تيرا لونا كلاسيك الى مناطق تقريبا 0.3 اصفار 19، وبعدها بنرجع مرة تانية لمناطق 16 مرة تانية. حاليا حسب قياس الموجات، اي اغلاق اعلى هاي المقاومة راح نتجه تلقائيا الى منطقة 27. فانا من المنطقة الحالية لعملة تيرا لونا كلاسيك بقدر اربح تقريبا 51% لعند الموجة الثالثة، لكن حتى اوصل للموجة الثالثة بحتاج عدة موجات. حسب التحليل الرسمي لعملة تيرا لونا كلاسيك، مفروض العملة ترتفع بداية الى منطقة 22، وبعدها مرة تانية نرجع لامس الدعم ما بين منطقة 18 إلى 19، وبعدها ننطلق إلى كسر الجدار عن منطقة 27. مقاومة عنيدة عن منطقة 27، لازم ننتبه جيدا. بتجنب دخول صفقات اللونج بهاي المناطق. أنا بقدر أفتح صفقات لونج، وحاليا على قناة الفي أي بي دخلنا بصفقة لونج بالوقت الحالي عندي مربح تقريبا 40%، مربح تقريبا 40% فيوتشر. لهيك اصدقائي، احنا حاليا هدفنا بعملة تيرا لونا كلاسيك هو منطقة 27، وما راح نسكر صفقاتنا الا على منطقة 27. هذا بامب بنسبة 50% او 40%، انت كمضارب صعب جدا تحصل ربح تقريبا 50%، واذا بتشتغل فيوتشر فهذا الربح تقريبا 1000%. من الصعب انه تحصل يوميا على هيك ربح. اليوم اصدقائي راح نعمل كورسات على قناة العامة لتعليم طريقة اكتشاف البامبات. عندي كثير من العلامات بتدل على ارتفاع كبير لعملة تيرا لونا كلاسيك. انضم لقناة تليجرام حتى تستفيد من هاي المواضيع، وحتى تقدر تدخل اكبر عدد ممكن من البمبات. شو بالنسبة لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك، باقي تقريبا شهر و17 يوم حتى يتم حرق عملة تيرا لونا كلاسيك. مثل ما بنعرف انه ضريبة الحرق على عملة تيرا لونا كلاسيك هي 0.1%، لكن 50% من هاي الرسوم راح يتم حرقها فقط، يعني ما راح يتم حرق كافة الرسوم مثل المرة السابقة أو المرات السابقة، راح يتم حرق 50% فقط من الرسوم، وال50% الثانية رايحة لتطوير عملة تيرا لونا كلاسيك وشبكة تيرا لونا. أصدقائي، إنكم وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.